بصراحة أنا لا أؤمن بالسلفية إطلاقا. إذا لا يمكن أن أؤسس شيئا على أساس لا أؤمن به، ولا أؤمن بشيء اسمه السلفية. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. وإلا بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تي في، أن سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس إلا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.